مساء الخير متابعينا متابعين طقس العرب الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. سادت نهار هذا اليوم اجواء مستقره في عموم مناطق المملكه، وكانت درجات الحراره اعلى من معدلاتها الاعتياديه نسبه لهذا الوقت من العام. اما درجات الحراره الصغرى في العاصمه عمان الليله تصل الى 13 درجه مئويه واحتمال غبار خفيف. درجات الحراره الملموسه تكون اقل من ذلك وتصل الى 12 درجه مئويه، نسب الرطوبه تصل الى 71% وسرعه الرياح تصل الى 21 كيلومتر في الساعه. انتقالا الى درجات الحراره وتوقعات الطقس غدا نهارا في المدن الاردنيه، ونبدا من المناطق الشماليه. اربد نهارا 18 ليلا 9 المفرق 20 الصغرى 9 جرش 21 والصغرى 9 درجات مئويه، عجلون 16 والصغرى 8 درجات مئويه، واجواء غائمه جزئيا في المناطق الشماليه. المناطق الوسطى من المملكه البلقاء 20 والصغرى 10، الزرقاء 22 الصغرى 10 درجات مئوية، عمان 20 والصغرى 10، مادبا 18 والصغرى 8 درجات مئوية، والبحر الميت 25 و14 درجة مئوية الصغرى، وأجواء أيضا مستقرة وغائمة جزئيا في المناطق الوسطى. المناطق الجنوبية من المملكة الكرك 16 الصغرى 8، الطفيلة 15 الصغرى 9، معان 24 والصغرى 11 درجة مئوية، أما في الشيرة 16 والصغرى 11 درجة مئوية، والعقبة 25 درجة مئوية نهارا و16 درجة مئوية ليلا، وأجواء مستقرة وغائمة جزئيا في المناطق الجنوبية. أما المناطق الشرقية من المملكة ورويشت 27 الصغرى 13، الصفاوي 26 الصغرى 13، والأزرق 26 الصغرى 13 درجة مئوية، وأجواء مستقرة في المناطق الشرقية. تنخفض درجات الحرارة بقليل نهار غد وتكون ضمن معدلاتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من العام. كان كل ذلك حتى هذه اللحظة، سنوافيكم بباقي التفاصيل خلال النشرات القادمة. لا تنسوا متابعتنا عبر قناتنا على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس. إلى اللقاء.